بن راشد العويسي. ها هي الانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لشوطنا السابع في مجموع الأشواط والشوط السابع الخاص بالإذاعة القعدان المحليات الأصيل لأبناء القبائل على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق الجميل. نتابع معكم مجريات هذا الشوط، نتابع التحدي، نتابع الإثارة، ونسير ونبحر بالمراكز العشرة الأولى في الانطلاق. شاهين في الصدارة وفي المقدمة للسيد محمد بن فري المهيري على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني صوغان الحمد بن سالم بوشقلة المري، وعلى المركز الثالث. المركز الثالث يأتي هملول السالم بن حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع يتواجد على رابع المراكز في هذه الانطلاقة الجميلة المركز الرابع مشاهدينا الكرام مجهول. وفي المركز الرابع في هذه اللحظات القادم هنا مياس لأحمد بن سالم بالسعدة الدرعي. وفي المركز الخامس مشاهدينا الكرام، المركز الخامس، المركز الخامس من الجانب الآخر في هذه الانطلاقة شاهين محمد الخوار. وفي المركز السادس سهم، في المركز السادس محمد بن خليفة النيادي من يأتينا على المركز السادس. المركز السابع، المركز السابع البارق لأحمد بن مسري بن سالم بالعرطي الحميري صوغان من يأتي على ثامن المراكز للسيد سيب مطر بالضبيعة يأتينا ثامنا. وفي المركز التاسع، المركز التاسع شاهين لسعيد بن سهيل برقاد من يأتينا على المركز التاسع وعاشر المراكز. المركز العاشر مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا من يصل على عاشر المراكز ويأتينا شاهين مبارك بن سعيد الزرعي على المركز العاشر. هذه النتائج للمراكز العشرة الأولى في الانطلاق في التحدي الجميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى شاهين. شاهين من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة لمحمد بن فري المهيري على الصدارة وعلى المركز الأول. ركز يا أبو علي على هذا الأداء لشاهين وهو في الصدارة وفي المقدمة. المركز الأول، المركز الثاني صغان الحمد بن سالم بوشقلة المري من يأتينا على المركز الثاني. وثالث المراكز مياس القادم من القوع السيد أحمد بن سالم بالسعدة الدرعي من يأتينا على المركز الثالث في هذا الانطلاق الجميل. المركز الرابع، المركز الرابع يصل شاهين محمد الخوار من يأتي على المركز الرابع. المركز الخامس البارق لأحمد بن مسري بن سالم بالعرطي الحميري من يأتينا على خامس المراكز. وفي المركز السادس هملول السالم بن حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي يأتينا في هذه الانطلاقة على المركز السادس. وفي المركز السابع سهم لمحمد بن خليفة النيادي يأتينا سابعا. وفي المركز الثامن شاهين قادم لقحيد بن محمد بن قحيد المهيري من يأتينا على المركز في هذه اللحظات الثامن. وفي المركز التاسع شاهين لسعيد بن سهيل برقاد من يأتي على المركز التاسع. عاشر المراكز هملول العلي بن خليفة الرميثي يتواجد على عاشر المراكز. هذه نتيجتنا للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي الصباحي الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى شاهين من يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول.
للسيد محمد بن فري المهيري على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. المركز الثاني مياس، المركز الثاني للسيد أحمد بن سالم بالسعدة الدرعي. من يأتينا على المركز الثاني في هذه اللحظات وفي المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام وثالث المراكز صغان الحمد بن سالم بوشغلة المري يأتينا على المركز الثالث في هذا الانطلاق الجميل. المركز الرابع، المركز الرابع البارك في المركز الرابع للسيد أحمد بن مسري بن سالم بن عرطي الحميري. وفي المركز الخامس شاهين لقحيد بن محمد بن قحيد المهيري يأتينا في هذه اللحظات على المركز الخامس. وفي المركز السادس هملول، هملول في المركز السادس هو ملكية هملول العلي بن خليفة الرميثي على سادس المراكز. وفي المركز السابع سهم لمحمد بن خليفة النيادي على سابع المراكز. والمركز الثامن، المركز الثامن في هذه اللحظات منذر في المركز الثامن للسيد حمدان بن محمد بن نايع الغفلي. من يأتينا على ثامن المراكز. وفي المركز التاسع، المركز التاسع، المركز التاسع والقدوم على تاسع المراكز هذه اللحظات هنا القادم بكل قوة شاهين محمد الخوار. وصل أيضا شاهين سعيد بن زيد بن معضل المشغوني على المركز العاشر في هذا اللقاء والالتقاء. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا مياس سيد أحمد بن سالم بالسعدة الدرعي على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. يا سلام، يبغى السلام لأهالي القوع، يبغى السلام لأهالي القوع هناك بمدينة العين. حافظ يا بالسعدة يا أخوي، حافظ على هذا الأداء. لهنا مياس وهو في الصدارة في المقدمة مسيطر على زمام الأمور. شاهين قادم لقحيد بن محمد بن قحيد المهيري بقيادة سيف بن حميد الغويص أيضا قادم بكل قوة على ثاني المراكز. والمركز الثالث هملول العلي بن خليفة الرميثي. شاهين في المركز الرابع لسيد محمد بن فري المهيري. وفي المركز الخامس منذر الحمدان بن محمد بن نايا الغفلي. من يأتينا على المركز الخامس وعينا على المراكز الأولى. ولكن بعود هنا، بعود إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى مياس، إلى مياس من يسيطر على زمان الأمور، يسيطر على الصدارة، يسيطر على المركز الأول. مياس لأحمد بن سالم بالسعدة الدرعي على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين في المركز الثاني لقحيد بن محمد بن قحيد المهيري. همنول في المركز الثالث العلي بن قليفة الرميثي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع منذر الحمدان بن محمد بن نايع الغفلي. وصل رزين، وصل رزين، ما يبنى على طاري، ما يبنى طاري إلا هنا، هنا في هذه اللحظات. رزين المطر بن غانم بن مصر بالقبع وصلنا، أتانا من حيث لا نعلم، أتانا من حيث لا نعلم. يسلم الله، وبدت المعركة طاحنة، المعركة طاحنة. يسلم يسلم يسلم. هنا الصدارة مياس، مياس لأحمد بن سالم بالسعدة الدرعي على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني رزين من انتزع المركز المركز الثاني المطر بن غانم بن مصر بالقبة. المركز الثاني في هملول السيد علي بن خليفة الرميثي. ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة. وقلنا السلام يبونه أهل القوع، السلام يبونه أهل القوع. سلام 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 لسيد أحمد بن سالم بالسعدة الدرعي على هذا الفوز الجميل. تهانينا على فوز مياس بأداء وعرض مميز. تهانينا لسيد أحمد بن سالم بالسعدة الدرعي على فوز مياس بالمركز الأول. والسلام لأهالي القوع، تهانينا وناموس على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني مشاهدينا الكرام من يصل على ثاني المراكز، شاهين في المركز الثاني، حيد محمد بن حيد المركز الثالث للسيد
علي بن خليفه الرميث المركز الرابع للسيد مطر بن غانم بالقوبع، المركز الخامس حمدان بن محمد بن نايع الغفلي، المركز السادس مشاهدينا الكرام لسيد حمد بن محمد مبارك العفاري في المركز السادس، وسابعا لسيد سعيد بن سالم الدرعي، ولكن التوقيت الزمني 9:48 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد أحمد بن سالم بن سعد الدرعي على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني كان من نصيب شاهين لقحيد بن محمد بن قحيد المهيري، وسجل 9:53 ثلاثة أجزاء من الثانية. هملول في المركز الثالث وقطع المسافة مشاهدينا الكرام في 9:53 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا العلي بن خليفة الرميثي، تهانينا للجميع.